اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من وضعنا شو. قبل ما الفيديو يبتدي ما تنسوش طبعا ان انتم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. النهارده هنفتح في الماضي شويه، هنتكلم في المآسي، هنفتش في التروما، هنكسر في الصندوق الاسود بتاع الميلينيالز. النهارده انا قررت اتفرج على كل المشاهد والاعمال الدراميه اللي سببت لي تروما وانا صغير وجابت لي عقد نفسيه. حاجات كتير كنا متفرج عليها واحنا صغيرين، معرفش ازاي اهلينا كانوا بيسيبونا نشوفها كده عادي. يعني احنا دلوقتي بنقعد نتريق على الاطفال بتوع الايباد، الايباد كيدز، نقول ان هم ما بيعملوش حاجه غير ان هم يلعبوا رول بلوكس وماينكرافت. لا تعالى بقى يا حبيبي اوريك احنا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين. اول حاجه عايز ابتدي بيها هو برنامج اسمه خلف الاسوار. خلف الاسوار يتصور الجاني ان الجريمه لحظه ولا يعرف ان العقاب ياتي ايضا في لحظه. البرنامج ده عباره عن ان هما كانوا بيستضيفوا اي حد، نشال، حرامي، قتال، قتله، تاجر مخدرات، تاجر سلاح، اي حد قاعد في السجن 10 سنين بلس. يعني 10 سنين بلس تطلع في برنامج خلف الاسوار، اقل من 10 سنين انت كده اندر كواليفايد. فانا مش فاهم ليه اهلي كانوا بيفرجوني على حاجه زي كده. يعني ليه طفل عندي 6 7 سنين اتفرج على انترفيو مع مغتصب اطفال بيغتصب اطفال من سن الخمس ل 10 سنين وانا قاعد بقى يعني بتفرج عليه بيتكلم عن نفسه بقى وازاي بدأ وبتاع. هي المذيعة اصلا شكلها مرعب، يعني المذيعة تحسها مسجلة. لا يعرف ان العقاب يأتي ايضا في لحظة. يا ساتر يا رب. في حد كان بيتدفن من شوية وده واحد بيعتدوا عليه وده ايه ده مسدس. يا ساتر استغفر الله رب احفظنا. يعني الموسيقى لوحدها دخلتني في باتريب دلوقتي، الموسيقى لوحدها بجد حاسس ان الراجل بيغتصب اطفال هيجي يغتصبني دلوقتي. في حلقه عمري ما انساها كانت حلقه عن نشال او حرامي شقق، هو التكنيك بتاعه ان هو كان بيطلع على المواسير لحد ما يوصل لشباك اوضتك يكسره يخش يقتل كل اللي في الشقه يسرق الذهب ويمشي. انا بسبب الحلقه دي فضلت 10 سنين فاكر ان في حرامي هيخش علينا في اي وقت دلوقتي، ما كنتش بعرف انام. لو السرير بتاعي كان محطوط قدام الشباك وانا طول الوقت قاعد عامل كده مستنيه وبخطط بقى، يعني بخطط ازاي لما يجي هواجهه. طب اشيل المواسير، طيب اركب شباك حديد، معرفش. انا طول الوقت قاعد مرعوب في حد هيخش علينا الشقه في اي وقت. حلقه تانية برضو مش هنساها كانت حلقه بتتكلم عن اضرار الفيسبوك، كان لسه الفيسبوك طالع جديد وكانت الناس خايفه منه بقى اللي هو حاجه جديده مش عارفين ده ايه فطبيعي نخاف منها. المهم من الحلقه دي كانوا جايبين فيديو لبنت شلة شباب اغتصبوها وبعد ما اغتصبوها صوروها وبعد ما صوروها قاموا حطوها على الفيسبوك. اللي هو يعني مش عارف، يعني هو كان عنوان الفيديو مش ما تغتصبش مثلا، لا هو كان عنوان الفيديو ما تنزلش الفيسبوك. لو بصوا الانترنت مدر ازاي. وفاكر ان انا كنت بتفرج على ده وانا طفل، يعني هما كانوا حاطين الفيديو بتاع البنت في الحلقه في التلفزيون، ما اعرفش ازاي اصلا يعني قرروا يذيعوا حاجه زي كده. بس للامانه يعني كانوا عاملين بلر على وش البنت. المهم ان انا الحلقه دي بسببها فضلت لمده سنه او سنتين خايف هحط صوره على الفيسبوك. كنت حاطط صوره كريستيانو رونالدو مبكسله في دماغي ان انا لو حطيت صورتي على الفيسبوك هيجيبوني واغتصبوني. واثناء استعداده للخروج فتح باب شقته ففوجئ بشخص ملثم. من الحاجات التانية برضو اللي كانت بتخوفني، انا كنت بتفرج على افلام رعب وكنت يعني اللي هو قشطة، يعني افلام الرعب ممكن اتفرج على فيلم رعب بخاف شوية منه، بس افلام الرعب يعني كانت عادي بتعدي. افلام الرعب الانجليش دي دايما في دماغي ان ده حاجة بتحصل هناك عند الاجانب مش عندنا. الرعب الحقيقي بقى اللي ما كانش بيخلينا نام هو فيلم زي فيلم التعويذة. كنت بخاف بجد لانه مصري، حسيت ان ده ممكن يحصل لي، حسيت ان الخطر قريب. فيلم الرعب الانجليش كان عادي ده عندهم هناك، بس التعويذه كان حقيقي. ما مش عارف اقدر ارياكت على حاجه للتعويذه ولا لا، يعني ممكن اكون لما كبرت دلوقتي ممكن مثلا يبقى عندي جرأة شويه ان انا اتفرج. هو كان اخر مشهد ده اللي دمرني، يعني ده اللي ما كانش بيخليني انام. هو ده الواد اللي هو شكله مضحك عامة في السيت اب ده، بحاول اركز مع وشه عشان ما ترعبش.
طب يا جدعان انا مش هقدر، مش هقدر. انا اكتشفت ان انا لسه طفل. من الافلام برضو اللي اللاست سين بتاعها اثر فيا وانا طفل كان فيلم زي تايتانيك. يعني فكره ان الفيلم متاخد من ترو ستوري دي كانت مرعبه، اللي هو ده بجد، هم كانوا بجد بيتعذبوا كده، هو ده حصل لهم فعلا. انا بعد ما تايتانيك خلص انا فضلت لا مسحول حبه، مسحول شهر شهرين بدور بقى على تايتانيك واللي ماتوا، اشوف بقى درجه حراره البحر ساعتها كانت كام، واحاول احط نفسي فيها عشان احس بالامهم وعذابهم. ما اعرفش ليه كنت بعمل كده. مش عارفين بقى ايه اللي كان اصعب من فيلم تايتانيك، فيلم المركب. عشان ده مش بس ترو ستوري، ده مصري وزيه زي فيلم التعويذه، الخطر قريب ممكن يحصل لي. انا مش لازم ابقى في مركب كبيره في المحيط الاطلنطي عشان اغرق، انا ممكن اغرق عادي في الغردقه وانا طالع رحله السنوركلينج. المركب كان بالنسبه لي يعني ممكن اغرق في البانيو. واللي ما يعرفش فيلم المركب، هم كانوا خمس ست شباب طالعين رحله السنوركلينج دي، في واحد قرر يصبح السواق فالسواق مات. الله، الرئيس ليه في البني؟ كده في البن وفي الاخضر وفي كل الالوان. ففضلوا استك ومش عارفين يعملوا ايه. قولوا كانت هتدور المطار الثاني. يعني انا مش فاهم هي ليه قررت يغمى عليها في طرف المركب. ما تغمى عليكي جوه، ليه يغمى عليكي هنا؟ كان كل بقى ما يصلحوا حاجه تبوظ. والمركب مش دايره يارا، تمام. مركب دارت يارا قررت تغرق. الولد ده كان برضه بيصعب عليا، كان بيعملوه باضطهاد. هو كان اكتر واحد يوم تخين نسبيا على المركب، كانوا مثلا لو معاهم شوكولاتتين هيقعدوا بيهم اسبوع يسرفايفوا، لو ناموا صحي لقوا اتاكلوا كانوا بيتهموه بيشكوا فيه عشان هو يعني تخين، يعني معروف يعني تخين هو اللي كان الاكل. يعني فين الاكل اللي كان في الكيس ده؟ في شوكولاتتين في الكيس ده، انا متاكده. انا شفتهم من امبارح. احنا هنستعبط في حد كلهم. طب انت كنت جعان وكلتهم صح؟ انا ما خدتش حاجه منكم، انا عمري ما خدت حاجه من حد فيكم، انا اللي طول عمري بديله. ده بقى ربى فيا خوف تاني ان انا ما ينفعش اتخن، يعني انا لو اتخنت ما حدش هيحبني، ما حدش هيصدقني، هموت هغرق. كلهم راحوا ينقذوها هي عشان هي البنت، كلهم نسيوه عشان هو تخين، التخين دايما بيتنسي معرفش. كمان نضارته وقعت. حتى موبايله وقع. السواق بتاع المركب ده سبب موته ان هم قرروا يصبحوه. وده بقى يدخلنا في موضوع تاني، ان ساعات التروما بتعلمك حاجات مفيده. يعني انا بسبب اللحظه دي فضلت مرعوب من المخدرات، اللي هو انا لو شميت، لو خدت نفس كده، لو شميت كده مخدرات من بعيد انا هغرق. ده دخلنا بقى التروما اللي بعدها عشان هي برده كانت حاجه مفيده، هو مشهد من مسلسل العار لما احمد رزق قتل مراته. اللي ما عرفش العار هو مسلسل كان بيحكي ان ثلاثة اخوات خلصوا صفقه مخدرات او حاجه بعد ما ابوهم مات وخدوا منها فلوس كتير قوي، فاكرين ان هي فلوس عادي حلال او حاجه، بس هي فلوس حرام اكيد يعني عشان مخدرات. المسلسل بقى بيوريك ازاي الفلوس دي دمرتهم. انا عندي قهوه انا اتحبس واتفضح ولا اني اصطبح بوشك. انت للدرجه دي بتكرهيني؟ مش قلت لك غبي؟ اخرس، انا عمري ما كنت غبي. لا غبي. لا تغبي، انت غبي وما عندكش لا اخلاق ولا مبادئ، وكمان قلبك ميت. انت ايه؟ ما عندكش دم؟ مش عايز اسمع صوتك. انا فيا اللي مكفيني، اخرسي بقى. لا مش هخرس يا عم، اقتلها واقول للدنيا كلها ان انت مش راجل وما عندكش نخوه. هي حصلها اللي يلبس مراته قضيه شرف عشان يجبرها تعيش معاه، يبقى ما عندوش لا كرامه ولا نخوه. انا فاكر ساعتها احمد رزق دخل على مراته قال انا عايز اثبت قضيه الزنا دي. انا ما اتلوثتش الا من يوم ما عرفتك. انت نقطه سودا في حياتي ولازم اخلص منها، لازم امحيها، لازم اقتلها. يا عم خلص. كده دي وضع الموت. باشا
رشا اصحي حبيبتي. رشا صحي النوم. رشا رشا انا ما كنتش قصدي. رشا ما كنتش قصدي. رشا ما كنتش قصدك ايه يا اسطى؟ انت قعدت تخنقها نص ساعه يا اسطى. دي اخره الفلوس الحرام، دي اخره اللي ياكل فلوس حرام. ده بقى مشهد من المشاهد اللي كانت بالنسبه لي ترموا فيه. ده بقى عندي اقتناع تام ان اي حاجه فلوسها حرام او فيها شبهه هي مش بتجيب غير الفقر والهم لصاحبها. رشا ابننا. مننا بقى دخلنا في الدراما المصريه، ممكن نخش في التروما اللي بعديها وهي ترومة مسلسل ساره. كان مكان كان في عصفور قلب صغير ريشه بفين. او بالاخص اخر مشهد في مسلسل ساره. اللي ما عارفش فيكم مسلسل ساره هو مسلسل كان بيحكي عن حنان ترك جالها غيبوبه وهي صغيره وهي طفله فضلت فيها سنين. فجي دكتور احمد رزق، واحمد رزق ما عارفش ليه عنصر مشترك في كل الحاجات دي بس ما عارفش، هو كان دكتور وقرر يصحيها يقومها يخرجها من الغيبوبه دي. المهم ان هي رجعت وفاقت وبقت بني ادمه بجسم ست كبيره بس عقل طفله. ساره الهوانم عايزين. انا واقفه مستنيه يا حسن. ما يصحش يا ساره، قالوا عايزينك، روحي شوفيهم عايزين ايه وبيرجعي تاني. المشهد الاخير ان ساره بتكتشف ان العالم شرير لسه وان كل حاجه وحشه وان الناس كلها عايزه تاذيها، فبتقرر تخش في الغيبوبه تاني. نفس الغيبوبه اللي دخلت فيها من 20 سنه قعدت تشتم في الناس كلها وتلعن الناس كلها، وراحت رجعت وضع البيبي وضع الجنين. كان وضع ده مشهور قوي، كنت لما بتضايق او بعيط او بيحصل لي اي مشكله بعمل زيها كده بس ما بتخش في غيبوبه او حاجه. مش عارف المشهد ده لو اتفرجت عليه تاني دلوقتي هتاثر ولا لا. انت بتعمل ايه يا خالد؟ مبروك يا حبيبتي، انا بكتب كتابك على عزه. ومين قالك ان انا عايز اتجوز عزه؟ انا هتجوز حد اسمه ده مش عايز اسمعه تاني. اتجوزي عزه ورجلك فوق رقبتك. حتى لو اضطريت احارب الدنيا كلها. الدنيا دي، الدنيا دي انت رجعتني ليها. انا بكرهها كلها ظلم. انا يا دنيا، الدنيا اللي فيها ناس اقوياء بيدوسوا على الناس المسلمين اللي زي انا وليلى وزيدة وكل البنات. انا مش عاوز الدنيا دي. الدنيا رجعتني للدنيا دي. الدنيا دي وحشة قوي. انا مش عاوز الدنيا كده. انا مش عاوز الدنيا دي. لا 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 يا ساتر. مش حاسينك ترجعي تاني. سارة 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 رجعت. هو ده وضع الجنين. انا فاكر بعد المشهد ده انا كنت طفل يعني عالي مش فاهم. لو قعدت اسال ماما هي خلاص كده مش ترجع تاني؟ طب هي ماتت؟ طب هي لسه عايشه؟ طب هو ممكن يرجعها تاني؟ ممكن يرجعها تاني صح؟ ممكن يحاول يقنعها ان العالم كويس؟ اكيد ممكن يحاول يقنعها ان العالم كويس. اصلا الـ الاغنيه بتاعت التتر لوحدها ممكن تدخلك في حاله عصبيه مجنونه. فكرة بقى ان المسلسل ده لما كبرت بقى فيه تروما بقى تانية خالص من نوع خاص. ان انا لما قعدت افكر دكتور حسن ده كان حاجة مثلا عنده 30 سنة 35 سنة، يعني ايه يعني ايه يحب واحدة عليها 10 سنين؟ يعني ازاي؟ مش فاهم. يعني ما فرقش عن اي واحد بيخش يقول لواحدة دماغك اكبر من سنك. انت ما قلتليش لحد دلوقتي انا بحبك يا سارة وعاوزة اتجوزك. بس كده؟ حاضر يا ست. بحبك يا سارة وعايز انت عبيط يا اسطى. وما قلتش كمان انك دي بقى تروما دلوقتي بقى دي بقى ده بقى دلوقتي انا مش قادر افهمه. قلت بحبك يا سارة يعني ايه؟ يعني ايه انت مجنون؟ معتوه انت؟ بتحبها ايه وعايز تتجوزها ايه؟ هو انا كميلة زي الاميرة الكميلة دي يا حسن؟ ايه؟ هو انت ليه مش بتقول انا جميلة؟ هو انا مش جميلة ولا ايه يا حسن؟ لا يا حبيبتي، مين اللي قال كده؟ انتي جميلة.
كان في بقى برنامج جنبي بعد مسلسل الصراع على طول، هو المفروض ان انا بقى يعني لما كنت ببقى خلاص مش قادر، طفل بقى بيتفرج بقى على واحده بقى بتنهار، طفله زيه بتنهار، كان بيجي بقى كرتون بعده، كنت ببقى متعشم في الكرتون ده ان هو ايه يهديني شويه، بس للاسف الكرتون ده كان اللي فات ساب. اللي فات ساد ده بقى يعني فكرته اصلا لوحدها من اغرب الافكار اللي ممكن تيجي لحد في الدنيا، يعني طول عمرها البابت شوز بتبقى قايمة على فكرة ان انا هعمل بابت شكلها غريب، مثلا حيوان ايد، كان فيه بابت شو معمول بايدين، حاجة كده زي عالم سمسم، زازة فزازة. اللي فات ساد بقى قرروا يعملوا بابت على شكل بن ادمين. طب ليه تعمل بابت على شكل بن ادم؟ انت لو عايز بن ادم ما تجيب بن ادم، ايه الفكرة ان انت تعمل عروسة على شكل بن ادم؟ فكرة ان هم كانوش بن ادمين عاديين، هم بن ادمين كلهم تحسهم كراك هيدز، تحسهم مدمنين هيروين وايس، تحسهم بيسمعوا موسى سام، تحسهم مايكل جاكسون كده، اللي هم عاملين 20 عمليه تجميل بيخلصوا باطفال. يعني مش فاهم، ما اعرفش ليه حد مين المجنون عادل، مين عادل المجنون ده ليه ازاي قرر يعمل حاجه زي كده؟ لا في حاجه في دماغك، انت في حاجه في دماغك، مريض نفسي، ها معتوه انت. طب برضو من حاجات الكرتون الغريبه في اغنيه كده على كانت بتيجي على سبيس تون اسمها انا واخي، هي عباره عن اتنين اخين امهم ماتت وهو بيقعدوا يغنوا لها ويحضنوا بعض. طب انتوا عايزين توصلوا لايه؟ ليه عايزين اطفال يتفرجوا يشوفوا حاجه زي كده؟ انتوا عايزيني ما اعرفش انام النهارده يعني؟ ليه بتيتموني بدري؟ ليه طفل يشوف حاجه زي كده؟ طبيعي يطلع مريض نفسي متعقد، حاسس ان كل الناس هتسيبه وتمشي، وان ملوش حد في الدنيا، حاجه يعني بجد امراض. حاجات برضو اللي افتكر ان هي خلتني في يوم من الايام انام اعيط هو مشهد موت ماما نونا، اعتقد ان المشهد ده مصر كلها عيطت فيه. انت ما بتردش عليا ليه؟ يا رب اموت لو ما رديتي عليا. امي بقى هو ايه اللي حصل يعني؟ انا ما غلطت، انت يا ما سمحتيني، يا ما عملت بلاوي، انت يا ما داريت علي. شفتي الدكتور اسماعيل؟ الراجل ده عبيط، بيقول لي شد حيلك. انا مش بحبه، انت كمان ما بتحبيش الدكاتره، احنا كده عايشين بالبركه. بتنامي وانا بكلمك يا نونا؟ يعني اعتقد ان احنا زعلنا في المشهد ده اكتر من لما الممثله الحقيقيه ماتت. الله يرحمها ويرحم جميع موتانا. الفيديو ده كان رولر كوستر من الايموشنز الغريبه، ان انا ممكن دلوقتي ما اعرفش انام اصلا. فهمت كتير انا ليه مثلا بخاف من حاجات كتير دلوقتي. يعني انا اعتقد ان انا لحد دلوقتي بسبب خلف الاسوار ده انا بخاف من الانترنت، بسبب فيلم التعويذه بقرا دعاء الحمام كل ما اخش الحمام، ممكن بسبب فيلم مركب اكون بفكر مرتين قبل ما انزل البحر او اركب مركب. بس في النهايه this is what makes us what we are. I hope ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وان انتوا تخلوا معاناتي دي ليها لازمه، تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو مع اصحابكم، واشوفكم فيديو جديد تاني قريب، و باي باي.